هلا حبايبي كلام كيف ان شاء الله بخير ان شاء الله كل شيء تمام حبايبي الله يسعد ليكم كل عام وانتم بالف الف الف خير حبايبنا رجعت لكم على مقطع جديد يا اسطير طبعا شباب انا كنت غايب مسافر لمدة اسبوع واليوم رجعت يعني حبيبي والله يعني فقط بكير لا لا شباب لازم نجي نعيد عليكم وندخل على اللعبه ونشوف شو في ما في معلم والله شباب اول ما فتحت اللعبه شباب يعني شفت الشيء تغير من ورا نزل متجر غامض مغمض جديد متجر عيد جديد يعني اكثر متاجر نزل معلم احداث تامين يسار فوق تحت حبيبي والله سو حبايبي كل الله يسعد ليكم قبل ما نبلش باي شيء شباب صلونا على حبيبنا تسلموا باللايكات والشيرات ومره ثانيه كل عام وانتم بالف الف خير حبايبنا طبعا شباب بالنسبه للرحله حبيبي والله الصراحه يعني ريحت امور باللوس كل شيء باللوس رجع لكم رجع اسطوريه باذن الله تعالى شباب يعني لما حبيبي والله اوكي خلص نجي خلص ركز يلا ندخل على اللعبه ونشوف الوضع مع شباب كنا بتعرفوا شباب لازم نشوف الاحداث النازله اوكي اول ما ندخل هون معلم شفت نزل المتجر ونزل هون نزل البربر كمان معلم يعني نزل اكثر من ما اعرف كم حدث نزل معلم نزل هون البربر من هون واشياء من هون هون هي تبعتي هي وهي شو هي حابب راكب رفيق الفريده من نوعه وهي جاب الشيء اللي فهمته معلم يمكن شكل شغله معلم يعني تستخدمها مشان تنزل تلتزم الطير معلم تشبه شغله تبعت دراجون بول سان جوكو معلم بس ولكن باللوز نبلش فيها معلم على السريع انا بعرف انه حظي بيض معلم نبلش نحرق خيم معلم لسه في عندي ما اعرف كم نسبه حظي متجر غامض معلم قول لي شو صار والله معلم انا بعرف انه حظي بيض يا جماعه حبيبي والله قول وال وال, وال. لما يا جماعه جبتها يا جماعه قبل ول 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 اوه شباب الظاهر الحظ باللوز معلم اصبر شوي والله فكرتها جبتها يا جماعه تضرب ممكن تحصل عليها معلم معقول احصل عليها اول اخر لفه لا انا احصل شوي فتح شو هذا الصندوق مو شيء اول اخر لفه يا شباب بنقدر نحصل عليها تبعت السحاب معلم لازم ندخل جرب ول 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 لا الوضع باللوز معلم اليوم الوضع باللوز شباب هيك اولته شباب وضع باللوز اصبروا شوي ادخل على الاسلحه معلم نجي على المتجر ادخل على مو هون ادخل على الخزنه لا على الخزنه معلم على الخزنه والله شباب حبيبي والله مجموعه هاي لازم ندخل نجربها شباب بعد شوي عندنا هاي الرقصه شباب هاي رقصه السكوات يا سلام عليك فرج 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 شوف 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 نجربها هي حبيبي والله باللوز اوكي شباب شيء ثاني شباب نزلوا عندنا متجر في متجر العيد شباب متجر العيد شباب لازم ندخل نشوفه على السريع مو هذا 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 هو هذا وهذا شفت في سكنات نازله معلم صراحه مش ما فهمت انتبهت لها ولا شفت لها منيح هون ندخل على المتجر طبعا شباب انا لازم كذا اشارك الاكواد ما اكواد اوكي هون لازم نحصل على هذول الاشياء وحبيبي والله هون عندنا تمت شكله صاحب المعلم داخل على حسابي اخذ هذا السكنين يخرب بيت سنتك مع اني قلت له معلم المهم شباب في سكنات حلوه مرتبه يعني طبعا تقدروا تستبدلوا اكواد وما اكواد شباب اشي باللوز وتمام التمام حلو هون في سكنات مثل ما حلو مملوك حلو والله شباب شيء مرتب كلياته هون عندنا سكنات حلوه بس طولوا بالكم شباب اكثر من هيك شباب عندنا هذا يا جماعه هذا يا جماعه شوف على السريع معلم ليتس جو 69 69 اوكي اتس باللوز ماشي طبعا شباب نزل متجرين غامضين معلم مثل هالشيء قول لي توكن كتب الشعب اللي بيده شو هذا؟ عرفته ايه هذا كنت عرفته اوكي ما في مشكله هون عن قول لي نينجا ها هذا ما عندي يا جماعه قول لي حلو بتغير تغيير اسم شباب بنجيبها دائما يا شباب لو بتعرف شباب كل انا كل فتره بغير اسمي شباب دائما بغير اسمي شباب بتغير هذول باللوز والله حلو في شيء بتغير شباب حاضني قول لي لا اصبر خلينا نشوف شباب نضرب على الحاضر من بعد عندنا هون سنايبر عندنا صندوق غنائم الزب البركاني صندوق غنائم افضل شيف هي ما بدنا اياه توكن ما توكن هذول الشخصيات ما الشخصيات وما اعرف شو نجيب السكيل لا اصبر نجيبه بعد شوي خلينا بدنا نشوف الطرف الثاني معنا شو ما في عندنا هون دايموند باللوز رومات حلوه رومات شباب باللوز حبيبي والله شوف في ما في اكل القطر معنا دايما بيلزم هذول الشباب هذول دائما بنزلوا شباب دائما بنزلوا يعني مرافقين ومرافقين وعلم شيء باللوز ودائما الواحد يحصل عليهم ما في مشكله هون عندنا كل شيء عندنا مملوك مكتوب هون عندنا شيء باللوز وجيب سكين البنت ليتس جو يا سلام اوه والله باللوز السكين هذا يا شباب ماشي حاله حلو وجيب سكين الشاب كمان معلم يا سلام اوه ولي
قولي قولي عن جد شي فخامه هذا اللبس. هل لبس لبس فخامه معلم؟ لبس فخامه شباب. شوف احداث ما شفناهم شباب. اوكي هون شفت شي من شوي انا داخل على اللعبه شباب، شفت شي مثل مكعب ماجيك كيوب ولا ماجيك كيوب ما اعرف شو. قولي منزلين هذا السكين حبايبي ولو حتى ذا كمان. قولي هدول كثير قديمات يا جماعه باللوز، مع انه دول كثير يعني لاعبين فيفا كثير بحبوا هالسكنات. حلو باللوز باللوز باللوز. عندي اربع مكعبات ماجيك كيوب معلم. اصبر والله لازم شعب والله شايف انه معلم. خلينا نروح نجيب شو باخذ شو ما في شو ما في عندي. والله نجيب هذا السكن معلم، عندي اربع مكعب ماجيك كيوب حبيبي. نجيب هذا معلم نحطه على جنب. حلو خليه حلو. هون جبنا هذا كل شيء لازم خلاص نحرك الماجيك كيوب يعني كل شيء موجود. حلو باللوز هون. اوبا لا لا لازم لازم نستبدل يعني جماعة. توقعوا شباب اسبوع كامل شاب ماني داخل على حسابي مثل يعني دخلت خلش على الهاتف على السريع، ولكن يعني هلا مثل العادة معلم يعني باللوز. هاي جملة شوف هون جديد معلم، هات لنشوف هون شوف في اشياء جديدة شباب لازم ندور منيح. الاشياء الجديدة يكونون على اليسار. حلو الظاهر ما هذا هو، شفنا كل شيء باللوز. والان شباب لازم ندخل نجرب سكنات المتجر الغامض معلم، ضروري ضروري شاب لازم ندخل نجرب من ضروري معلم. جد تخوش تشوف بسكنات تبع شباب هذا دائما مش مثل كل مره يعني ندخل نجرب ندخل بس خلينا نشوف شوف هذا السكن معلم. اوكي مثل ما توقعت بتقدر تخفي الحقيبه من ورا. حلو والله سكن حلو شباب هذا ماشي بشي صراحه يعني. خلينا ندخل على السريع. حابب اشوف صراحه يا جماعه، حابب اشوف ال هي 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 الخيمه معلم. خيمه شو يا زلمه؟ لك خيمه شو ولك مو الخيمة قصدي يا جماعة، قصدي لك مو الخيمة شو بسموها هي، لك الغيمة 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 هي معلم. الغيمة مغيمة نجربها معلم، ما ندخل ندرب نشوف. قول لي هات لنشوف. ول صح شباب والله انا يعني شايف ال يعني ما اعرف والله. اوكي قول لي قول لي قول لي. اوه شباب والله شباب انا حاسس انه قرب تعاون مع دراجون بول معلم، يعني انا هيك حاسس شباب. الظاهر راح يكون في تعاون مع دراجون بول يا جماعه، انا هيك شايف يا جماعه. وي ويل بلوز 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 اتزل. دام والله شباب اشتغل فري فاير واشتغل الكومنتو كمان واشتغل البس واشتغل كل شيء معك. والله هون في سكن جديد راح ينزل شايفينه. باتل رويال او ماي جاد باسلوبك باتل باسلوبك باتل. بس حابب اشوفك بشكل سريع معلم. يا سلام والشوف الافكت تبعيته شباب، يعني الافكت جاي يعني بتجي شوي شوي على اللاعب يعني. والله بلوز ندخل نجربها معلم. قول لي في لها صوت يعني خاص والله حتى ول نايس نايس. ابطال مو ابطال. خلينا ندخل نشوفنا تحت شوف شو بصير شكله معلم. قول لي والله تمام شباب حلو حلو حلو. بس حابب اشوف كيف راح يعني تنزل مظله ولا شلون شباب. والله انا نسيان يعني بس حابب اشوف نشوف شلون كانت هي كنا ننزل معلم. اوكي بلوز قول لي نايس. اوه صرت شاب معلم، كنت من صرت شاب حبيبي والله. طبعا ما بقصد انا الشباب، عم بقصد اللاعب يعني اللاعب داخل اللعبه باللعبه حبيبي والله. معناته خلص طيب روح الحمد لله. شو خلينا ندخل نروح نجرب السكن الشاب شباب تبع المتجر التخفيضات هذا. قول لي في شخصيه جديده هنا شباب. قول لي اصبروا يا جماعه اصبروا يا جماعه معلم، لازم نتحقق من شيء. طبعا شباب هالشيء حبيت اتحقق منه يا شباب، مرات الشركه تبعت لنا الشخصيات يعني من قبل بس، ولكن هون معلم شو الشخصيه هي؟ يمكن التجهيز فتح المهارات محسسه باي مهارات مملوكه يتم فتح. والله الشباب هاي حبيبي والله شكلها شخصيه جديده هي شباب حبيبي والله. ديم والله بلو شو اسمها هي معلم؟ اسمها باترو باش اسمها؟ شو اسمها شباب؟ هون مبين عندي اسمه نفرجيكم انتم معلم، اسمه مكتوب عندي اسمه باترو باترو. اوكي اوكي باترو ما في مشكله. اوكي خلينا نروح عند ماكسيم شباب. اما نشيل مع ماكسيم جرب جرب السكن اللي جبناه من شوي دخل الخزنه معلم. ايش باللوز يلا يا مان نجي لهون حبايبي نجي لهون. وين السكن هذا معلم؟ هذا هو هذا هو الجميل، هذا هو سكن الملك معلم، سكن يعني 10 ورا معلم يعني ايش باللوز. ندخل نشوف شكله معلم. والله يعني عن جد طقم مرتب وحلو ها عن جد ايش باللوز.
تخوش والله شباب في كثير اشياء جديده معلمه يعني انا ما يعني يعني عجبت في اكثر شيء يعني حتى اللوبي تغيرت كل شيء تغير باللوز معلم هات نشوفونا معلم شوف شوف لعبي كيف صار معلم لساعتني نوب ولا باكيت نوب ولا شلون معلم ولا حبيب والله anyway معلم خلينا نجي لهون خلينا ندخل نشوف البربر مبربر معلم شوي هيك على الصبح شباب اشتقنا للبربره معلم حبيبي والله تعالوا تعال تعالوا يا مان تعالوا تعالوا والله ايش فيكم شوي تعال جيتكم جيتكم وينه وينكم يا وال اوه بقيت اسطوره معلم انا خلاص هيد شوت باللوز معلم لساعتي اسطوره باللوز حلو حلو لا يعني هيد شوتات وان تابات يعني شيء مرتب معلم وين الناس خلينا نجرب معلم والله اي تعالوا تعال تعال خلينا نجرب هيد شوت عليك يا زلمه يموت هذا وي 253 وحدون واي اوكي تعالوا هون والله يا جماعة وي والله نسيان اللعب يا جماعة والله عرفت عرفت شباب لازم ندخل هناك معلم نحمي على رواق لانه يعني حبيب والله خير وضع العكس سو حبايبي الكل الله يسعد لياكم يا حلوين الله يسعد لياكم مرة ثانية بقول لكم كل عام وانتم بألف خير يا حلوين طلع استمتعتوا بهذا المقطع شباب ان شاء الله نرجع لكم مقاطع باللوز شباب ايام جديدة رجعية قوية يعني حبيب والله اوكي نشوفكم على خير يومكم سعيد نلتقي بالبسوس ان شاء الله من بعد شباب السلام عليكم